شكرا سيد الرئيس. والكلام سهل. لا حاجة أسهل حاجة هي نتكلموا، لأن الواحد يتكلم ما عنده سقف. تفضل سيد الوزير. فنقول أن البرلماني كذلك عنده مسؤولية، إلى القانون ما مزيانش راه من حق دير مقترح قانون، راه من حق دير مقترح قانون، غلطنا جيب مقترح قانون. طيب الإخوان الله يخليكم، يتحمل مسؤوليته، ما تدوزوش عاونو أنت. إذا تنقولوا إلا كان كلام مسؤول راه مسؤول، إلا كان كلام دغدغات عواطف المواطنين راه سهلة، تانا نديرها. طيب الإخوان الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم، الكلام ديالنا هنا كلام مسؤول. السادة المستشارين يطرحون السؤال، السيد الوزير يجيب، أعطينا الوقت الكافي لطرح السؤال، نعطي الوقت الكافي للجواب. الكلمة للسيد الوزير. كنطلب من الإخوان اللي مكلفين بالتوزيع ديال الوقت يضبطوا الوقت ديال السيد الوزير وما يقتطعوش منه، يقتطعوا منه هذا الوقت هذا. أعيد وأكرر الإخوان، السادة والسيدات المستشارين، صافي الله يخليكم، شوية نستمع إلى السؤال ونستمع إلى الجواب. ما جاوبت شيء وما قطع حتى شي واحد وما يقاطعني حتى شي واحد، لأن خديت الحرية ديالك باش تسب وما جيناش السبان. طلق الميكرو، طلق عاودي غير نوقفو عاودو. الآن ملي تحررت هاد الأسعار، البترول كان ب 45 دولار للباريل، اليوم الآن ها هو ب 63.17 دولار اليوم. أنا ما غاديش نقول لك باللي ما كانش زيادة في الأرباح، ولكن الكلام الآخر اللي ما خدامش، لأن الآن الدول المتقدمة، شوف القانون البلاد وشوف القوانين الإسبانية وفرنسا، واش البترول كنتجوه؟ فرنسا ما كتنتجش البترول، البترول في فرنسا غلى من المغرب، غلى في إسبانيا من المغرب، إذا حنا ما كنتجوش البترول، حنا كنشتريوه من برا. معاك الحق أن الهامش ديال الربح تزاد، ولكن ماشي هو اللي وصل الثمن هذا باش نعطيو كل حاجه نعطيو حقها. الان اللي كنتكلم معاكم راه قلتها لكم، كاينه لجنه راه غاديه تقصي الحقائق ديالنا لجنه الوزاره، واش كاينه شروط المنافسه ولا لا. قلنا لكم منين نكملوا النتائج نجيبوها لكم، ولكن بلا ما نزعزعوا، لان نقول للمواطن ان الحكومه ما دايره والو، اشنو ديروا؟ الماطيشه والبصله اللي كانت ب 10 دراهم و 12 درهم اشنو درنا؟ واحد المادة ملي تكون حرة، واش بغيتها نرجعوا لصندوق المقاصة؟ قولوا لنا، واش نرجعوا للور؟ راه صوتوا على هذا الشيء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. واش بغيتوا صندوق المقاصة اللي كان تيدي 55 مليار للدولة؟ راه المواطن اللي كان تيأديها، ملي تنقولوا الدولة، ماشي الدودي كيخلص من جيبه، راه من جيب الفلوس المواطن. إذا خاصنا نكون واقعيين، نعم البترول ازداد سعره، نعم هامش الربح ازداد. بغيتوا أكثر من هذه الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة. شكرا شكرا سيد الوزير. أنا الأستاذ أجيب حسب الكيفية التي يطرح بها السؤال. إلا جاني شي سؤال بارد تنكون بارد، إلا جا شي واحد تيغوت تنغوت، هذا هو القاعدة. وتنقولوا البادئ أظلم. تفضل سيد الوزير الجواب. تفضل جواب سيد الوزير. أنا وزير سياسي ولا شي واحد يغوت عليا وما نغوتش عليه. تفضل الجواب. لا خليني نجاوب. السيد الوزير تفضل. إذا سمحت لي من بعد جاوبت السيد الوزير، لكن قلت له. تفضل السيد الوزير. السيد الوزير. إيوا تيسكتوا. لا أنا ما نجاوبش تيسكتوا. لا. أنا غنطلب من الإخوان اللي طالبين نقاط نظام،
واللي من ضمنهم كذلك الحكومة طالبة بقسم النظام. الكلمة عند السيد الوزير لما ينهي السيد الوزير الكلمة ديالو نعطيه نقطة نظام ماشي مشكل. تفضل السيد الوزير. أولا المجتمع هو اللي تيحكم. عاود الوقت لك. كنطلب من الإخوان اللي مراقبين التوقيت يرجعوا الكرونو من البداية. وما توقفوش خليه يتكلم يكمل الكلام ديالو. تفضل السيد الوزير. تنقول كنخاطبوا المجتمع والمجتمع هو اللي يحكم واش السياسه ديالنا مزيانه ولا ما مزياناش. اذا نهار انتخابات نتحاكموا الانتخابات. اليوم خدامين في اجل المجتمع ماشي باش نرضي فلان ولا فلان. هنا في البرلمان انا جاي من الجبل وكيصوتوا عليا لا برقوق لا 100 درهم. اذا منين تنقولوا الكلام هنا تنخاطب المواطنين وعارفين الناس الصراحه ديالنا. تنقول لهم المعقول وتنقولوا ها اللي كاين ما تنخبيوش على الناس. والمغرب الواقع اللي ورثنا كيعرفوه المغاربه والمجهود اللي درنا كيعرفوه المغاربه. باقي المشاكل كثيره. نعم باقي المشاكل. جينا لقينا المغرب معمر بالديون. هاد السنه المغرب ما غاديش ياخذ الديون اكثر من ديك السنوات اللي فاتت. صافي الديون غتبدا تراجع ابتداء من هاد السنه. الديون ديال المغرب الخارجيه غتبدا تراجع من هاد السنه. حنا خدامين في التوازنات غترجع ل 3% خديناها في 7.5%. اذا تنقولوا استقرار البلاد خدامين من اجل استقرار البلاد. اما نكذبوا على الناس راه ما تنكذبوش على المواطنين. نعم كاين الفقر. نعم غلاو المواد. نعم معقول. ولكن ما نقولوش الحكومه مسؤوله على هذه. انت الله يخليكم تنقول شكرا. هذا الكلام هذا الكلام اللا مسؤول هو باش غلطنا المغاربه. هما عطينهم واحد الثقافه بالكلام اللا مسؤول بهذا الكلام غير مسؤول. لان ما مولفيناش حتى السؤال يكون مسؤول في الطرح ديالو. فقرنا المغاربه بالله عليكم. النساء اللي كيشدوا التعويضات طلبه 700 مليون ولا 2 مليار دراهم فين هي؟ فين كانت؟ فين كانت ملي كنتو نتوما قبل؟ لا 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 الله يخليكم. الكلام عند السيد الوزير. الكلام عند السيد الوزير. تكلم السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. السيد الوزير. الكلمة للسيد الوزير. الكلمة للسيد الوزير. ما عاد تذكير. ما عاد تذكير. الله نذكر. الله يخليكم. هناك وقت موزع بالعدالة. السيد المستشار المحترم الله يخليكم. هناك وقت موزع بالعدالة. السيد المستشار أو السيدة المستشارة كيطرح السؤال السيد كنستمعوا ليه. السيد الوزير كيجاوب. ما كنعقبوه لا على الوزير ولا على المتدخل. الحق كاين مضمون. الحق مضمون في التعقيب. ولما يعقب الانسان يمكن يعقب على السيد الوزير. والحق كذلك مضمون للسيد الوزير للتعقيب. فالله يخليكم هذا التعقيب ما يمكنلوش يكون من القاعه كلها. كلام الان الكلمه عند السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. حنا خدامين باش نحسنوا الوضعيه ديال المغرب والحمد لله نسبه الفقر وماشي الحكومه اللي كتنتج الاحصائيات. لو اتش سي بي هو اللي تينتج الاحصائيات. غاد نشوف واش نسبه الفقر تتراجع ولا لا. نعم نسبه الفقر تتراجع ولكن ماشي بالوتيره اللي بغينا. خاصنا نعجلوا الوتيره باش المغربي ما يبقاش يتشرى ب 100 درهم ولا 200 درهم بعضين. مال هادو؟ لا ماشي انتوما. مالكم انتوما؟ تفضل السيد الوزير. اطلب من السيد المستشار المحترم. اودي المواطن عارفنا. اودي ما اتهمنا حد. مالك انت السيد المستشار المحترم. ايوا واش حاجه
أعطي الفرصة السيد الوزير الكلمة عند السيد الوزير. السيد الوزير والله ما فهمت والو. السيد الوزير الله يخليكم، يا إما سنلتزم، نحن لسنا في سوق الله يخليكم، احنا ماشي في سوق، يا إما نلتزم يا إما نرفع الجلسة. ولذلك أطلب من السيد الوزير، الوزير عنده نقطة نظام، نقطة نظام من بعد. تفضل السيد الوزير. ايوا خليونا نتكلم. لا لا انا توقف بكل بساطة، إلا كان الفقر تيكون الفساد وتتكون الرشوة، إلا غنينا المغاربة ما بقاو يطمعوا في شكرا السيد.